المزارع ليان أبو عرة من قرية عكابة، مزارع لوز وزيتون منذ 30 سنة. فإحنا المزارعين اللوز والحمد لله رب العالمين، يعني هو مجزي متعب، بس إحنا كزراعة مش بدنا نشتغل زراعة اللوز والزيتون، والحمد لله رب العالمين وناجح اللوز عندنا في منطقة عكابة. بالنسبة للأجواء الموجودة في المنطقة، منطقة عكابة هي الموجودة أحسن أجواء لشجرة اللوز وشجرة الزيتون بالأغلى. اللوز والزيتون طبعاً إحنا بنحافظ على الأرض، إنه اللوز شجرة مثمرة ومربحة. أنا بالنسبة لللوز أنا بيعطيني أمان، لما أنا بأخذ بحمل بيعطيني أمان لقدام إني أنا أزرع أخرى كمان شوية. بالنسبة لللوز يا عمي، إحنا اكتفاء ذاتي عنا اللوز، وإحنا بنشجع لما أنا الغذاء من عندي، أنا لما ببيع اللوز أنا ما بستهلك كل كمية اللوز، مصاري اللوز أنا اللي بأخذها. إني أنا جوزت 1، 2، 3، 4 وبنيت لهم بيوت، منين؟ من اللوز والزيتون. أنا ولادتي وعيلتي لما باجي بخرط لوز أنا بتمتع، بشرب شاي، بشرب قهوة، بتريح تحت اللوز، بشوف الهواء النقي. أنا لما بطلع من الساعة 5:30 الصبح ياط من بيتي على البراد وعلى الندى أنا أبقى مشيف. التجارة العادلة بالنهاية إنها هي فايتنا، بتاخذ بضاعتنا في الشكل الصحيح وبالسعر المليح المناسب، ما بتخذل أي مزارع ولا بترد أي مزارع من المزارعين من عكابة واللي خلف عكابة. أنت لما بتيجي عندي أنت، أنا بشعر العالم، أنا لما بحكي للعالم كله إن التجارة العادلة أو أي شغلة من التجارة العادلة أو أي شركة انتماء للشركات أو إشي، إحنا بحالة نجاح إن شاء الله. كلوز ولا زيتون إنتاجي بروح مثلاً لبريطانيا، أنا لوزي عضوي والزيتون عضوي، وأنا بتمنى من رب العالمين إنهم يظلوا البريطانية يشتروا زيت ولوز من عنا، لأنه منتج فلسطين ومية بالمية، لأنه اللوز مش مروي والزيتون مش مروي على مية المطر، والزيت تبكى 100%. يعني أنا بشكر البريطانية إنهم اللي بأخذوا إنتاجنا. أنا بتمنى من الله إنها بضل ماشي الحياة هيك، إنهم يأخذوا منتجات فلسطين. مبروك لزيتون بمناسبة 20 سنة وهم ماشيين في الزيتون، إحنا كمزارعين معاهم، وإن شاء الله للأمام هم وإحنا.